عامة لاحظنا يعني على أن هناك العديد من السياح القادمين جيد داخل والذهب والذين يقصدون منطقة سبخة مليلي على أنهم يتصرفون تصرفات سلبية تجاه النظم الإيكولوجية بهذه السبخة من خلال مد أرجلهم يعني الجيوب المائية، بالإضافة إلى إعطاء بعض بقايا الخبز والطعام لهذه الأسماك اللي هي أسماك تعد يعني نوع نادر متواجد بهذه الجيوب المائية واللي هي من صنف يعني تيلابيا غينيا. وهذه التصرفات هذه نحن يعني ندوا بها كفاعلين مدنيين في المجال البيئي لما لهذه التصرفات من يعني انعكاس سلبي على هذه المنطقة، واللي هي منطقة تدخل ضمن اتفاقية رامسار، واللي يمكن مثلا تجلب لنا تنمية مستدامة حقيقية جيد داخل والذهب. بهذه التصرفات هذه نحن نضيعها، وهذا ربما ناتج عن يعني الدراسات اللي اندارت عليها، ناتج عن الخبراء اللي زاروها، واللي هي اليوم مازال يعني واحد معهد للبحث العلمي في هذا النوع من التنوع البيولوجي، واللي احنا يلتنا نحافظوا عليه جميعا ما نضمروه. ربما هذا راجع نتيجة بعض يعني المفاهيم الخاطئة عند الإخوان ربما اللي يشتغلوا في المجال السياحي في جهة الداخلة والذهب، واللي احنا من خلال يعني جمعيتنا عدلنا باحث رأينا على أن هناك بعض يعني الزوبيراتور وبعض من مسؤولي النقل السياحي يروجهم فكرة على أن هذه المياه وهذه الأسماك تعالج الجلد الميت من الأرجل، وهذا الشيء خاطئ خاطئ جدا. نحن هنا من أجل تنمية مستدامة حقيقية لازم تكون المعلومة صحيحة وحقيقية، وبالتالي ناشد جميع المتدخلين في المجال البيئي في المجال السياحي، ناشد جميع المتدخلين من خلال السلطة المحلية، من خلال المنتخبين، من خلال يعني المسؤولين عن القطاع السياحي، من أجل أخذ الحيطة والحذر لكي تبقى سبخة مليلي منطقة رطبة جالبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الجيدة داخل والذهب.